بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التوكل على الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي ليكلوا أمورهم إليه، يفوضوا أمورهم إليه، يتركوا أمورهم وتدبيرها إلى الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل على الله عز وجل مأمور به بصيغة التوكيد. وعلى الله فليتوكل، تقديم الجر والمجرور في وعلى الله للاختصاص، أي على الله وحده وللاهتمام، فإنه وحده الذي يعني أن يتوكل عليه، وهذا أهم الأمور في حياة المؤمن. والمتوكلون هم المؤمنون. قوله عز وجل: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، أن العزم، النية الجازمة التي يعقبها الفعل، لن يكون ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. لن يكون هناك فعل، لن يكون هناك إنفاذ لما عزم عليه إلا بالإعانة والتوفيق، فلزم التوكل على الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه عز وجل. من توكل على الله كفاه سبحانه وتعالى. قال ربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس فهو حسبه، فهو كافيه من كل ما ضاق على الناس، من كل ما صعب عليهم أو شق عليهم أو عجزوا عنه، فالله سبحانه وتعالى يكفيك كل ذلك. وقال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه البخاري. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، كفاه الله عز وجل أمره ونجاه من النار وجعلها بردا وسلاما عليه. إذا اكتمل التوحيد، اكتمل التوكل على الله عز وجل، قام التوكل مقام الأسباب، بل هو أعظم الأسباب. ولذا جعل الله النار إبراهيم، جعلها عليه بردا وسلاما. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، أي عندما أراد المشركون العودة لاستئصال المسلمين، بعد أن علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل وأن أبو بكر وعمر لم يقتلا، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج إلى حمراء الأسد، وبلغه أن أبا سفيان وقريش قد ندموا على تركهم، وأنهم عائدون لاستئصال جماعتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال الله عز وجل إخبارا عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يقول: قال ابن عباس: معناه أن أنسى الشيطان يوسف
ذكر ربه حتى استغاث بمخلوق فلبث في السجن بضع سنين. هذا القول في تفسير هذه الآية الراجح خلافه، لأن ما قام بيوسف عليه السلام لا يصح أن يكون قادحا في التوكل، إنما قام به سبب من الأسباب مع كمال التوكل على الله عز وجل، وقد قال عز وجل إنه من عبادنا المخلصين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين صبر يوسف لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فإذا كان يوسف قد صبر هذا الصبر العظيم، فلذلك نقول الذي يظهر أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه ليس يوسف المعصوم من الشيطان، الذي قال الشيطان في شأنه وأنفاذه وهو على رأسي هؤلاء المخلصين، لأنه من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال لأغوينهم، قال الشيطان عنهم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأنساه الشيطان ذكر ربه يعود على أقرب مذكور، وهو الذي ظن أنه ناج منهما. فالرجل الذي مهنته يعني عصر الخمر وشربها وإسقاؤها وهو يعيش في وسطها، هذا أولى بأن ينسيه الشيطان وذكر ربه أم ينسي يوسف عليه السلام المعصوم؟ فهو أقرب مذكور، قال الذي ظن أنه نجم هو ذكرني عند ربك فأنساه الشيطان وذكر ربه، أن يذكر يوسف عند ربه وذكر سيده، يعني أن يذكر سيده. يوسف كان في السجن داعيا إلى الله عز وجل، ذاكرا لله، محسنا، وهذا أبعد عن الشيطان. مجالس الخمر هي التي أقرب إلى وساوس الشيطان. رجل خمار ساقي الملك يسقي ربه خمرا، أي الرجلين أولى بأن يحمل عليه قوله عز وجل فأنساه الشيطان وذكر ربه؟ لا شك أن الصفات التي اتصف بها الرجل الخمار أولى بأن يلحق بها بذلك. ثم قرينة أخرى من القرآن قوله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. إذن من الذي كان قد نسي؟ هو هذا الفتى، هو الذكر تذكر بعد أمة، يعني بعد مدة. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. إذن الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الشيطان أنسى ذكر الرجل أن يذكر يوسف عند ربه. ثم ما الذي صنعه يوسف؟ ليس استغاثة محرمة بمخلوق، ومثل هذا سبب من الأسباب لا يمنع منه أن يطلب الإنسان من أحد أن يرفع عنه الظلم. فمثل هذا ليس طلبا للشفاعة ممنوعا أو مكروها. اذكرني عند ربك ليس فيه بأس، ليس يقدح في التوكل أن القلب عامر بذكر الله عز وجل. ثبوت هذا حتى ابن عباس فيه مقال. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو حي، مع اعتقاد أن الأمر بيد الله، ليس بمحرم ولا بممنوع. قال روي عن الحسن البصري قال دخل جبريل على يوسف في السجن
فقال له يوسف: يا أخا المنذر، يا أخا المنذرين، ماذا تعمل بين المذنبين؟ فقال له جبريل عليه السلام: يا طيب ابن الطيبين، يقول لك ربك: أما استحييت مني أن استغفت بمخلوق مثلك؟ وعزتي لأطيلن حبسك. فقال له يوسف: أهو راض عني؟ قال: نعم. قال: إذا لا أبالي. إسرائيليات طبعا. الكلام أن يوسف قد قل حياؤه من الله عز وجل حتى استغاث بمخلوق، فأقسم الله بعزته لا يطيلن حبسه على جهة العقوبة له، والسياق يقتضي أنه راض عنه. مثل هذه الإسرائيليات لا حاجة لنا بها. ومن تأمل القرآن ونظر في قرائنه علم أن يوسف لا ينقص توكله على الله عز وجل، وأن أخذ بالأسباب ليس منه. وهذه الآثار على ما فيها من ضعف هي التي أدت بكثير من الناس إلى ترك الأخذ بالأسباب، حتى زعم بعضهم أنه عندما وقع في بئر وأراد أن يستغيث ليخرج، تذكر أن هذه استغاثة بمخلوق، فترك النداء فألقى، أو جاء هناك إلى البئر من يحاول أن يستخرج الماء فأمسك بالحبل فخرج. ونقول: فلماذا أمسك بالحبل؟ أليس الحبل مخلوقا؟ فإذا كان الأخذ بالأسباب ممنوعا، كان إمساك الحبل ممنوعا حتى يطير في الهواء. هو لا يستنى لغاية ما يرفع. لو كان الأمر كذلك فهذا في الحقيقة التوكل عمل قلبي، والأخذ بالأسباب عمل بالجوارح. وقد يكون القلب متوكلا على الله عز وجل مع الأخذ بأسباب الجوارح، وقد يكون الأخذ بالأسباب بالجوارح مانعا من التوكل لمن تعلق بالأسباب، يكون منقصا بالتوكل لمن تعلق بالأسباب. إذن المسألة تختلف بحسب اختلاف حال القلب، والله أعلم. وقال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ويعني قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل 70,000 من أمتي الجنة بغير حساب. قيل: رسول الله من هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا هو الشاهد، الذين لا يكتوون، هذا لأن الشاهد هذا هو الذين لا يكتوون، لا يستعملون الكي، لأنه وإن كان من الأسباب إلا أنه سبب مكروه. فهذا جزء من الشاهد أن أصل هذه الصفات الثلاثة، الذين لا يكتوون ولا يسترخون ولا يتطيرون، يجمعها قوله: وعلى ربهم يتوكلون. فمن كمال التوكل المستحب أن يترك الإنسان الأسباب المكروهة شرعا وإن كانت غير محرمة، لكن كمال توكله أن لا يسأل، أن لا يأخذ بالأسباب المكروهة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي. وهذا على سبيل هذا على سبيل نصح الأمة في فعل الأفضل. أما الاسترقاء فهو طلب الرقية من الغير، وفيه نوع سؤال للمخلوق في أمر دنيوي،
وهو طلب الشفاء. والأولى ألا يسأل الناس شيئا طالما لم يضره ذلك، لم يضره ترك السؤال شيئا في طاعته لله عز وجل. لا تسأل الناس شيئا، هل يشمل ذلك سؤال طالب العلم أو الجاهل العالم؟ قطعا لا، لا يشمل ذلك. وكما ذكرنا الاسترقاء فيه نوع طلب دعاء من المخلوق في أمر دنيوي، لو كان في أمر أخروي فلا بأس. فإن عكاشة واحد من 70,000 قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني، سأله ليه الدعاء. إذن القضية لا يصلح أن يقال أن طلب الدعاء من الغير ليس مشروعا، لأن واستدلالا بهذا الحديث ورواية لا يسترقون، إذن لا يطلبون الرقية، لا يسألون الناس شيئا في هذا الباب. ورواية لا يرقون أي لا يرقون الرقى الباطلة المحرمة. وأما نفع الآخرين من غير سؤال فأنفع للإنسان، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا رواية لا يرقون ولا يسترقون، لا يسترقون على عمومها، لا يرقون الرقى الجاهلية والباطلة والمحرمة والتي فيها استعانة بالكفر. الدعاء من أمر الدنيا سؤال، دعاء بطلب طلب الدعاء من أمر في أمر من أمور الدنيا نوع نقص في كمال التوكل. الاسترقاء للغير ممن لا يخصه لا بأس به، أعني أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى في سعفة في وجه جارية تغير في لونها في عندهم، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها ابحثوا عن من يرويها، وعلى ربهم يتوكلون هذا هو الوصف الجميل. لا يتطيرون، لا يتشاءمون، ولا لو كان طلب الاسترقاء لابنه، طلب الرقية لابنه أو قريب منه، فالذي يظهر أنها كما هي لنفسه. ولا يتطيرون، التطير التشاؤم بالطيور أو التفاؤل بها كذلك، فإذا ذهب يمينا مضى وإذا ذهب شمالا أمسك. وكذا التشاؤم بالحيوانات والطيور وبعض النباتات، كل هذا لا يجوز، لا فرح استبشارا ولا خوفا وحزنا. الصفة الجامعة على ربهم يتوكلون هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال عكاشة بن محصن يا رسول الله، قال عكاشة بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر، فقال رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. أخرجه مسلم. وروي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى فقد برئ من التوكل. اكتوى طلب الكي، فلو هو طلب أو أذن لهم فهو كذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى غيره، ولكن هذا في كمال التوكل المستحب وليس بريئا من التوكل بالكلية. حديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة في سنده عقار بن المغيرة لم يوثقه غير ابن حبان، وهذا لا يعتد بتوثيقه. والعجلي ومع ذلك فقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، صحه ابن حبان والحاكم، لكن فيه مقال. على أي الأحوال فقد بريئا من التوكل المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى ولم يكتوي،
فكوى غيره صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يكتوي كوى غيره، بعث طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقا له وكواه. عن مطرف بن عبد الله قال: قال عمران بن حسين: كان يسلم علي فلما اكتويت رفع عني، فلما تركت ذلك عاد إلي. أخرجه مسلم. كانت تسلم عليه الملائكة فلما اكتوى تركت الملائكة تسلم عليه، فلما ترك الكي وندم عليه فإنه ترك ذلك فجاء فأتت الملائكة فسلمت عليه بعد ذلك. ينطبق على كل الصفات المذكورة. أعني هل إذا تاب الإنسان وترك نقصا حدث له بسبب يعني في واحدة من هذه الصفات؟ نقول قد كان الصحابة كلهم في الجاهلية قبل الإسلام لا يعرفون هذا الأمر. فإذا إذا يعني إذا ترك هذه الخصال التي كان يعملها وعاد إلى الحال الأكمل يرجى أن يكون من 70,000. وعن أبي التياح المطرف عن عمران بن حسين قال: أعلم يا مطرف أنه كان تسلم الملائكة علي عند رأسي وعند باب البيت وعند باب الحجرة، فلما اكتويت ذهب ذلك، ذهبت تلك. فلما برئ كلمه قال: اعلم يا مطرف انه عاد الي الذي كان، اكتب علي يا مطرف حتى اموت رضي الله عنه، اكتب علي ان الملائكه رجعت للسلام عليه. عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث حسن. اسنده صحيح. الخماص جمع الخميس البطن، وهو الضامر والمخمصة الجوع، لأن البطن يضمر به. طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بقوة إما موتا عاجلا أو غنى عاجلا، إما موتا عاجلا أو غنى عاجلا. حديث حسن غريب. خرجه أبو داود والترمذي أحمد وإسناده صحيح. قوي على مذهب البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن حبان والحاكم، وضعيف على مذهب أحمد الدارقطني وغيرهم. إسناده صحيح على قوي على مذهب البخاري ومن تبعه. نتيجة اختلاف في راوي. عن المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوهب كل الذي كتب الله لها، فمن أبطأ عنه من ذلك شيء فليجعل الخطاب فمن أبطأ عنه من ذلك شيء فليجمل في الطلب، فإنكم لن تدركوا ما عند الله إلا بمثل طاعته. الحديث تقوى بطرق وصحة. فالرزق يطلب الإنسان كما يطلبه الأجل، فالإنسان يحتاج إلى أن يطلب طلبا جميلا، أن يأخذ ما حل ويدع ما حرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.